الحين اذا سويتوا دعايه من فيكم ياخذ الفلوس؟ انا اخذ الفلوس عشان انت شخصيتك اقوى. لا 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 شخصيتك اقوى في البيت. اي بين هي لا هي ماسكه البيت كله. اي مو معناته اني انا ريال لازم شاعل قدامه. شوف وانا بتسويها يعني. اي ولا راح تسويها يعني. تسوي. شوف من شوف 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 لا بس يعني القزم الموضوع انه ليش انه هي ما يكون عندها مثلا نقدر نقول اخذت دعايه مثلا يعني بشكل عام. سوت دعايه خلينا نقول حق عصير مثال حسب المثال واخذت فيها ما يقارب 5000 درهم حلو يومين ما في بيز البيزات مو موجود في بطاقه يلا عاد انا ما اخلصهم بيومين اه طبعا سوي ايه كانت كلام عادل والله كلمي فلبيني يلا انشب اوف او ماي جاد قوم روح لها ترى ما بعدت المعجبه روح لها بروح روح لها شفتي شلون قد فنك انت وياه انا شكو الحين هذا يخونها انا شك في مقوله اشتهرت قبل كم سنه ان لا تجعلوا من الحمقى مشاهير انا اللي اقول لا تجعلوا من قليلين الادب مشاهير يعني هذا بذمتكم هل كابلز الاماراتي مع احترامي لاهل الامارات جميعا هل هذا الشيء اللي يستحق ان يكون ستاندر والناس تنعجب فيه هل يعني وحده تقول حق زوجها على مراه تصوير واعلام وتدري قاعد تسوي لقاء تقول له يلا تشب هل هذا اللي تبونه انه يسود هل هذه الاخلاقيات اللي تبونها تسود ان وحده تقول حق زوجها يلا تشب عيل في البيت شنو طق ولا سمردحه بفهم يعني شنو هال انتوا قاعد تعلمون شنو الجيل الجديد احنا مدام هذول هم الستاندر حق الجيل الجديد فاحنا ما نستغرب لما نشوف الجيل الجديد قليل ادب وما يحترم الاكبر ولا حتى باكر بيحترمون امهم وابوهم لان خلاص مستسهلين قاعد يشوفون في السوشيال ميديا ناس مشاهير وواحده تقول حق زوجها تشب شنو هذا احنا وين رايحين ثاني شيء احنا مو سمعنا ان في قرار في الامارات بان ما في شيء اسمه كابلز ممنوع زين هذول ايش قاعد يسوون عندنا نفس افهم ممنوع عندكم بس يعني داخل الامارات ولا برا لا يعني ما يصير يا جماعه شنو هالاخلاقيات يعني ما ادري الاخت مشاعل الشحي هل ابوها علمها ان انت لما تروحين بيت ريلش تكون حق ريلي تشب لا تنفع لا غشمره ولا حتى اي مبدا ضحك هذا اهانه انا يعني والله العظيم انا قعدت مع ريلي 11 سنه ما قلت له تشب ولا عمري قال لي تشب ما يصير اذا راح الاحترام بين الزوجين ايش حق العلاقه